بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس التاسع. الصلاة والسلام على رسول الله ورحمة للعالمين. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله: لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منه فأغلقناهم أجمعين، وقوله: ذلك ولكن كره الله بعثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. باقي من اللي قبلها آيتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بقي من الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله في إثبات المحبة لله عز وجل آيتان. الأولى قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والآية الثانية قوله تعالى: وهو الغفور الودود. قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، سبب نزول هذه الآية والتي قبلها أن بعض الصحابة قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه، وذلك قبل أن يفرض الجهاد. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، وفرض الله عليهم الجهاد، فكره ذلك بعض الصحابة أو شق عليهم أمر الجهاد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. عاتبهم الله سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهم رضي الله عنهم لم يكرهوا الجهاد من ناحية أن الله شرعه، ولكنهم كرهوا القتل والقتال لمشقته على النفوس، وهي كراهية طبيعية لا كراهية دينية، كراهية طبيعية، لأنه من المعلوم أن النفس تكره الموت، تكره القتل، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن عاقبة القتال ونتائج الجهاد في سبيل الله أنها خير، وأن مصلحته راجحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكراهيتهم للقتال كراهية نفسية لما فيه من المشقة والخطر، لا كراهية دينية، فإن المسلم يرضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، فمن كان يريد أحب الأعمال إلى الله فهو هذا، القتال في سبيل الله هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإن كان مكروها للنفوس، وإن كان مكروها للنفوس فإنه محبوب إلى الله عز وجل لما يترتب عليه من العواقب الحميدة والنتائج العظيمة. وقوله يقاتلون في سبيله، يخرج بذلك الذين يقاتلون لأغراض أخرى، إما طمعا في الرئاسة أو طمعا في المال أو حبا للمدح والشهرة، فهؤلاء ليسوا في سبيل الله،
وإنما الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يحبه الله، يقاتل لا لغرض من الأغراض سوى طاعة الله سبحانه وتعالى وإعلاء دين الله، هذا هو قصده وهدفه، قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يصفون للقتال ويتلاحمون ويتراصون كأنهم البنيان الذي يمسك بعضه بعضا، وذلك من ثباتهم وإقبالهم على الجهاد. ففي هذا مدح لهؤلاء. وأما الذي ينصرف ويدبر لغير عذر شرعي فهذا هو الفرار من الزحف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا لغرض صحيح مثل المتحرف للقتال أو يذهب لينجد طائفة من المؤمنين تحتاج إلى النجدة، فهو ينصرف من قتال إلى قتال ومن طائفة إلى طائفة، متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة يعني من المؤمنين تريد أو تحتاج إلى النجدة. أما من انحرف عن العدو وقت المعركة، من انحرف لغير هذين الأمرين، فإن هذا هو الفرار من الزحف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يثبتون في المعارك ولا يدبرون أبدا. ولهذا يقول كعب بن زهير في وصفهم: لا يقطع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. لا يقطع الطعن إلا في نحورهم، كل الجراحات تصيبهم في وجوههم وفي نحورهم، لأنهم لا ينصرفون أبدا عن القتال، تقع الرماح والسهام في وجوههم وفي نحورهم لثباتهم رضي الله عنه. أما الذي يضرب في قفاه أو يجرح في قفاه هذا دليل على انحرافه وعلى جبنه، كأنهم بنيان مرصوص. ففي هذا إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب أهل هذه الصفة، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله، وفيه أدب من آداب القتال وهو الاصطفاف أمام العدو، أن يصطف المسلمون أمام العدو صفا واحدا متلاحما ليس فيه فرج ولا خلل، لأن هذا أشجع على القتال وأهيب للعدو وأدل على الثبات والشجاعة. وأما قوله تعالى: وهو الغفور الودود، هذا وصف لله سبحانه وتعالى لأنه الغفور، والغفور صيغة مبالغة من غفر بمعنى ستر ومحى، ستر الذنب ومحاه، فهو يستر على عباده ذنوبهم ويغفرها لهم ويمحوها عنهم كأنها لم تكن. ليس المراد الستر فقط، ولكن ستر مع محو وإزالة، فهو يسترها ويزيلها عنهم ويتوب عليهم، هذا من صفاته سبحانه وتعالى أنه الغفور والغفار غافر الذنب، فهو يغفر لعباده المؤمنين ذنوبهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، وإذا تابوا تاب عليهم وقبل توبتهم، فهذا من كرمه سبحانه وتعالى.
فقوله الغفور قسم من أسمائه ويتضمن صفة وهي المغفرة. الودود كذلك صيغة مبالغة، الودود بمعنى الواد اسم فاعل، الواد الذي يود عباده، والمودة هي خالص المحبة. سبق لنا أن المحبة عشر مراتب، منها المودة وهي خالص المحبة. والحكمة في جمعه سبحانه بين الغفور والودود، الحكمة في جمعه بين هذين الوصفين أنه سبحانه وتعالى مع مغفرته لذنوبهم بعد معصيتهم له يحبهم سبحانه وتعالى ويودهم، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. فلم يقتصر على قوله وهو الغفور، بل أردف ذلك بقوله الودود، فهو مع مغفرته لهم يودهم ويحبهم سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف من سمح عن غيره، فإنه قد يسمح وهو لا يحبه وتبقى في نفسه كراهية له، كما لو أن إنسانا أساء إليه أحد ثم عفى عنه إساءته، فإنه يبقى في نفسه كراهية له وإن عفى عنه. هذا في حق المخلوقين بعضهم مع بعض. أما الله جل وعلا فإنه يعفو عنهم ويغفر لهم، ومع هذا يحبهم سبحانه وتعالى، وما كأنهم أذنبوا وما كأنهم عصوا سبحانه وتعالى. فهذا من عظيم كرمه سبحانه وتعالى. الحاصل أن في هذه الآية اسمان من أسمائه، الغفور الودود، يتضمنان صفتين عظيمتين، المودة والمغفرة، وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم والآيات التي بعدها فيها إثبات الرحمة، قوله بسم الله سبق الكلام عليها في أول الكتاب، وأن بسم الله الباء حرف جر والاسم مجرور بالباء، والجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ بسم الله أو أتبرك بسم الله، فبسم الله متعلق بمحذوف. والاسم قيل مشتق من السمو وهو العلو، وقيل مشتق من السمة وهي العلامة. والله جل وعلا له أسماء لا يعلمها إلا هو، ولله الأسماء الحسنى، له أسماء كثيرة ذكر بعضها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضها استأثر بعلمه، فأسماؤه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله بسم الله المفرد إذا أضيف يعم، أي بجميع أسماء الله، فاسم جنس، قوله بسم الله اسم جنس يعم جميع الأسماء، أي بكل اسم لله سبحانه وتعالى تبركا واستعانة. أبتدئ بكل اسم لله عز وجل سمى به نفسه تبركا واستعانة. والله علم على ذاته المقدسة لا يسمى به غيره، ومعناه ذو الألوهية أي العبودية. فالإله هو المألوه يعني المعبود، والتأله هو التعبد، فهو المألوه وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق الألوهية. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم آخر من أسمائه سبحانه وتعالى، ذو الرحمة العامة، الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع الخلق، ولا يسمى بهذا الاسم أيضا إلا الله سبحانه وتعالى. الرحيم رحمة خاصة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمته عامة ورحمته أيضا خاصة، منها ما هو عام لجميع المخلوقات حتى الكفار، ومنها ما هو خاص بعباده المؤمنين. أيضا يقولون الرحمن يدل على الصفة الذاتية، على الصفة الذاتية، والرحيم يدل على الصفة الفعلية أي الذي يرحم
عباده المؤمنين. فالرحمن متعلق بذاته والرحيم متعلق بعباده. وعلى كل حال فالاسمان يدلان على اتصافه سبحانه بالرحمة العامة والرحمة الخاصة، وهي رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. قالوا بسم الله الرحمن الرحيم فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله باسم هذا يدل على توحيد الربوبية، الله يدل على توحيد الألوهية، الرحمن الرحيم يدل على توحيد الأسماء والصفات. ففي هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تقول الملائكة فيما حكاه الله عنهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني الملائكة حملة العرش والذين حول العرش، يسبحون بحمد ربهم، يعني ينزهونه عما لا يليق به، ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا، يطلبون المغفرة، يطلبون المغفرة للمؤمنين من بني آدم. وهذا من نصح الملائكة عليهم الصلاة والسلام لبني آدم ومحبتهم لهم. فأنصح الخلق لبني آدم هم الملائكة، وأغش الخلق لبني آدم هم الشياطين. أنصح الخلق لبني آدم الملائكة، وأغش الخلق هم الشياطين. الملائكة يستغفرون للمؤمنين ويتوسلون إلى الله جل وعلا برحمته وعلمه. وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني ووسعت كل شيء علما، هذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. فاغفر للذين تابوا، يعني من المؤمنين، واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، إلى آخر الآيات، كلها دعاء من الملائكة لصالح بني آدم. وقوله وسعت كل شيء رحمة، رحمة منصوب على التمييز، منصوب على التمييز، وكذلك علما منصوب على التمييز. يقولون وهما محولان من الفاعل، والأصل وسعت رحمتك كل شيء، ووسع علمك كل شيء، ثم حول الفاعل وجعل تمييزا، وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمة الله واسعة، وسعت جميع الخلق، حتى الكفار في الدنيا وسعتهم رحمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمهم في الدنيا بأن يرزقهم ويعافيهم ويمنع عنهم الأذى والمكاره في الدنيا، هذا من رحمته سبحانه وتعالى مع أنهم كفار. وكذلك المؤمنين، وكذلك البهائم والحشرات والسباع وكل المخلوقات، كلها تعيش من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ولولا رحمة الله ما عاش أحد على وجه الأرض، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعتهم. وعلمه وسع كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فكما أن رحمته واسعة فعلمه أيضا واسع، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الشاهد من الآية الكريمة وسعت كل شيء رحمة وعلما، ففيها إثبات الرحمة وإثبات العلم، وأنهما وسعا كل شيء. نعم. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، هذا كما سبق رحمة خاصة بالمؤمنين،
أما الرحمن فكان عاما لجميع الخلق. نعم. ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هذه مثل آية غافر، وسعت كل شيء رحمة وعلما، أن رحمته وسعت كل شيء من مخلوقاته. ومثل قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولولا سعة رحمته سبحانه وتعالى ما عاش الكفار ولا عاشت هذه المخلوقات في البر والبحر لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كسابقاتها فيها إثبات الرحمة لله عز وجل وأنها واسعة تسع جميع الخلق. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، معنى كتب أوجب، معنى كتب أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. وكتب تأتي على معنيين، تأتي بمعنى قدر وقضى كهذه الآية. هذه الآية كتب يعني قدر سبحانه وتعالى وأوجب على نفسه الرحمة. والنوع الثاني الكتابة الشرعية، كتابة الشرعية، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، فمعناه شرع لكم. فالكتابة تأتي على معنيين، كتابة قدرية كونية وكتابة دينية شرعية. وهو سبحانه وتعالى أوجب ذلك على نفسه تفضلا منه وإحسانا، وإلا فإنه جل وعلا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه هو على نفسه تفضلا وإحسانا، بخلاف ما تقوله المعتزلة إن الله يجب عليه فعل الأصلح كما يقولون، يلزمون الله ويوجبون عليه سبحانه وتعالى ما لم يوجبه على نفسه، وهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. والله لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا، وليس عليه حق لأحد إلا الحق الذي تفضل به، كما قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أتدري ما حق العباد على الله؟ فحق العباد على الله إنما هو حق تفضل به سبحانه وتعالى ولم يوجبه عليه أحد، ولا يلزمه شيء سبحانه وتعالى إلا ما ألزم نفسه به. كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجبها عليه سبحانه وتعالى، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض كتب كتابا فهو عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي، أن رحمتي تغلب غضبي، فهذا كتاب تفضل به سبحانه وتعالى وأوجبه على نفسه إحسانا منه على عباده. الشاهد من الآية قوله الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ففيه وصف الله جل وعلا بالرحمة كما في الآيات الأخرى. نعم. وهو الغفور الرحيم. وقوله وهو الغفور الرحيم أي المتصف بالمغفرة والمتصف بالرحمة، وتقدم بيان هذين الاسمين وما يتضمنان من صفة المغفرة وصفة الرحمة. وغرض الشيخ من ذلك تكثير الشواهد حتى تثبت القاعدة ويعرف أن كتاب الله مملوء من أسماء الله وصفاته. نعم. وقوله الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا مما ذكره الله وحكاه عن نبيه يعقوب عليه السلام لما طلب منه أبناؤه أن يرسل معهم أخاهم، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وذلك أن يوسف عليه السلام لما دخلوا عليه بعدما تبوأ المنزلة العالية في الدولة وصار هو المسيطر على الأموال، جاءوا يكتالون ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ما عرفوا أن يوسف يبي يصل إلى هذه المنزلة يصير ملك مصر وبيده الخزائن والمفاتيح، ما عرفوا أنه سيصل إلى هذه المنزلة، عرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، وهو شقيقه، شقيق يوسف عليه السلام، وهو بنيامين شقيق يوسف، هو وهو من أمة من أم واحدة، من أم واحدة، أما بقية إخوانه فهم من أم أخرى. طلب منهم أن يحضروا أخاهم، وإلا فإنه في المرة الثانية لا يعطيهم شيئا ولا يكيل لهم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فاشتد الأمر عليهم، اشتد الأمر عليهم. لما رجعوا إلى أبيهم قصوا عليه القصة، مع أنه سبق منهم ما سبق في حق يوسف والإساءة إلى أبيهم، وحصلت مداولة بينهم وبينه في إرسال أخيهم معهم طلبا للكيل وزيادة الحمل الذي سيعطيهم إياه ولازدادوا كيل بعير، أنهم لا صار معهم أخوهم زاد الكيل صار معهم زود حمل، فهم طمعوا في هذا. وأيضا هم تهددهم أنه سيمنعهم من الكيل، فإن جاءوا بأخيهم كان لهم وزادهم حملا، وإن لم يأتوا بأخيهم منعهم من الكيل بتاتا ولم يحصلوا على شيء. فالمسألة موقف محرج، وهذا فيه امتحان وابتلاء ليعقوب عليه السلام، وفيه امتحان أيضا لأخوة يوسف، أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظ، تعهدوا بحفظه، لأنهم خابرين ماضيهم مع يوسف عليه السلام، تعهدوا بحفظه. فقال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا، يعني أن حفظ الله خير من حفظكم، أنا لا أتكل عليكم ولا أعتمد عليكم، ولو قلتم ما قلتم أنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى، أنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، الله مبتدا وخير خبر وهو أفعل تفضيل، وحافظا منصوب على الحال، منصوب على الحال. وفي قراءة فالله خير حفظا، الله خير حفظا، فعليها يكون هذا من التمييز، منصوب على التمييز، وهو أرحم الراحمين، فالله جل وعلا خير حافظا. ومن أسمائه الحفيظ، الحفيظ الذي يحفظ عباده من الهلاك ومن المحاذير في الدنيا، حتى الكفار يحفظهم في الدنيا، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم التي تصدر عنهم، يحفظها ويحصيها سبحانه وتعالى ويحاسبهم عليها ولا يضيع منها شيء. وكذلك يحفظ عباده المؤمنين حفظا خاصا، يحفظ عباده المؤمنين حفظا خاصا، يحفظهم من عدوهم ويحفظهم من الكفر ومن النفاق ويحفظهم من المخاطر. فهناك حفظ وحفظ خاص، الحفظ العام لجميع، وأما الحفظ الخاص فهو لعباده المؤمنين، فالله خير حافظا. فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالحفظ، أنه هو الحافظ والحفيظ. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه،
بقي سؤال عن الرحمة، بقي سؤال عن الرحمة. نحن قرأنا الآيات في إثبات الرحمة لله عز وجل، بينما هناك أدلة تدل على أن هناك رحمة مخلوقة، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة، مثل قوله سبحانه في الحديث القدسي، قوله للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي. ومثل قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني لما ذكر إنزال المطر قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالمطر رحمة، والجنة رحمة، والمطر مخلوق، والجنة مخلوقة. فهل صفات الله مخلوقة؟ نقول لا. الرحمة على قسمين، الرحمة المضافة إلى الله على قسمين. القسم الأول رحمة هي صفة من صفات الله، وهذه غير مخلوقة، لأن صفات الله غير مخلوقة. والقسم الثاني رحمة مخلوقة، فإضافتها إليه إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل قوله: الجنة رحمتي، الجنة رحمتي. الجنة مخلوقة وسماها الله رحمة، وإضافتها إليه من إضافة الصفة، من إضافة المخلوق إلى خالقه. أما قوله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء، وقوله سبحانه وتعالى: وسعت كل شيء رحمة وعلما، فإضافة هذه إضافة موصوف، إضافة صفة إلى موصوفها. فالرحمة تضاف إلى الله على معنيين: المعنى الأول إضافة صفة إلى موصوفها، والمعنى الثاني إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبالمناسبة يأتي في بعض الأدعية أن يجمعنا في مستقر رحمته، ويستنكر هذا بعض الناس، يستنكر هذا بعض الناس، ويظن أن الرحمة أنها صفة من صفات الله عز وجل دائما وأبدا، وليس الأمر كذلك. الرحمة كما ذكرنا فيها تفصيل، منها ما هو صفة ومنها ما هو مخلوق. فالجنة رحمة الله وهي مستقر رحمته، فلا محذور في هذا الدعاء. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه تكررت في آيات كثيرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، في آخر سورة المائدة، وفي سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيها رضي الله عنهم، لا، في والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، في سورة التوبة في آخرها. في سورة البينة في آخرها: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فهذا فيه إثبات أن الله رضي عن عباده المؤمنين بسبب طاعتهم له وإيمانهم به، رضي عنهم سبحانه وتعالى. وأما الكفار والمنافقون فإن الله غضب عليهم، غضب عليهم. فالرضا للمؤمنين، وأما الغضب والسخط والمقت فهو في حق الكفار والعصاة. وهم كذلك رضوا عن الله، رضوا عن الله بما أعطاهم من النعيم. إذا دخلوا الجنة كل يرضى بمنزلته، يرى أن أحدا ولا يرى أن أحدا أحسن منه، ليس بينهم تنافس في الجنة، كل يرى أن ما هو فيه ليس فيه أحد غيره، وذلك لما يجعل الله في قلوبهم من الرضا. بخلاف الدنيا فإن الإنسان مهما أعطي ومهما حصل عليه يريد الزيادة، ويحسد الناس أو يقتل من أجل يأخذ مع الآخرين، أو يسب ويشتم، ما يرضى الإنسان في الدنيا، ما يرضى. قليل من عبادي الشكور، قليل،
الأكثر ما يرضون لو أعطيتهم ما كل الدنيا، لكن في الآخرة كل يرضى في الجنة، ولا أحد يرى أن أحد أحسن منه حالة ولا منزلة ولا أسر منه بال. وهذا من تمام النعيم، من تمام النعيم ورضوا عنه. فالشاهد من الآية أن فيها وصف الله جل وعلا بالرضا وأنه يرضى، وهو كسائر صفاته سبحانه رضا يليق بجلاله، ليس كرضا المخلوق، ليس هو كرضا المخلوق. نعم. قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يقتل مؤمنا، خرج الكافر، خرج الكافر الذي ليس له عهد ولا أمان، فهو مباح الدم الذي ليس له عهد ولا أمان، الكافر الحربي، كافر الحربي، فهذا لا حرج في قتله لأنه مهدر الدم، حلال الدم والمال. متعمدا، خرج قتل المؤمن خطأ، وقد سبق في الآية التي قبلها: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان ما له فعله، ويترتب على ذلك قتل شخص لم يقصده، فعل ما له فعله، يسوق السيارة ودهس واحد، هو له أنه يسوق السيارة، يمشي رمى صيد، يريد يرمي صيد وعرض إنسان وقتله، هو ما قصد الإنسان، قصد الصيد، فعل ما له فعله، فترتب على ذلك قتل إنسان لم يقصده، هذا خطأ، هذا من باب الخطأ. حفر حفرة في الطريق ونسي يحط عليها غطاء أو سياج، جاء واحد وطاح فيها ومات، هو ما قصد قتل الناس، لكن هذا من التسبب في القتل وهو خطأ. فالقتل الخطأ هذا لا يدخل في هذا الوعيد، ولكن فيه الكفارة كما ذكر الله جل وعلا، فيه الكفارة. متعمدا يخرج الخطأ. وقتل العمد ما معناه؟ هو أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا قتل العمد، أن يقصد آدميا معصوما، يعني محرم القتل سواء كان مؤمنا أو كان معاهدا أو مستأمنا، فيقتله بما يغلب على الظن، تكون الآلة يغلب على الظن أنها قاتلة، فهذا يعتبر متعمدا، تعمدا للقتل. فيشترط في القتل العمد وجود القصد أولا، وجود القصد الثاني، الشرط الثاني أن تكون الآلة صالحة للقتل، فإذا توفر هذان الشرطان صار القتل عمدا، وجود القصد ووجود الآلة الصالحة للقتل، وإن تخلف شرط من هذين الشرطين صار القتل خطأ أو شبه عمد، قد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ. إذا وجد القصد ولم توجد الآلة يقولون هذا متعمدا يخرج الخطأ. وقتل العمد ما معناه؟ هو أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا قتل العمد، أن يقصد آدميا معصوما، يعني محرم القتل سواء كان مؤمنا أو كان معاهدا أو مستأمنا، فيقتله بما يغلب على الظن، تكون الآلة يغلب على الظن أنها قاتلة، فهذا يعتبر متعمدا، تعمدا للقتل. فيشترط في القتل العمد وجود القصد أولا، وجود القصد الثاني، الشرط الثاني أن تكون الآلة صالحة للقتل، فإذا توفر هذان الشرطان صار القتل عمدا، وجود القصد ووجود الآلة الصالحة للقتل، وإن تخلف شرط من هذين الشرطين صار القتل خطأ.
أو شبه عمد، قد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ. إذا وجد القصد ولم توجد الآلة يقولون هذا شبه عمد، قاصد الضرب، لكن ما قصد، ما الضرب هذا غير قاتل في العادة، لكن هالمرة صار قاتل. فإذا فقدت الآلة ووجد القصد صار شبه عمد، إذا وجدت الآلة وفقد القصد صار خطأ، إذا اجتمعت الآلة والقصد صار عمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا قاصدا قتله بما يصلح للقتل فجزاؤه جهنم. جهنم اسم لطبقة من طبقات النار، النار طبقات، جهنم وسقر والحطمة والسعير ولظى، لها أسماء ولها أنواع وطبقات والعياذ بالله، دركات، الدرك المنافقون في الدرك الأسفل من النار، الجنة درجات والنار دركات والعياذ بالله، وكل درك له اسم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها ماكثا، الخلود معناه المكس والبقاء وطول الإقامة. وغضب الله عليه، هذا وعيد آخر، جزاؤه جهنم هذا واحد، خالدا فيها هذا وعيد ثاني، وغضب الله هذا وعيد ثالث. غضب الله عليه ولعنه، لعنه يعني طرده وأبعده عن رحمته، وهذا وعيد كم؟ رابع، الخامس، وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد والعياذ بالله على قاتل المؤمن عمدا عدوانا. هناك عمد غير عدوان، مثل القتل في القصاص، هذا عمد لكنه غير عدوان، لأنه قتل بحق. العمد على قسمين، عمد عدوان وعمد غير عدوان، والمقصود هنا العمد العدوان. فهذه الآية فيها إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن الله يلعن بعض العصاة، يلعن بعض العصاة، وفيها الوعيد الشديد على قاتل المؤمن عمدا عدوانا. ولا شك أن القتل المؤمن عمدا عدوانا كبيرة من كبائر الذنوب، بإجماع أهل العلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وبإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر، أن القاتل عمدا عدوانا لا يكفر، أن قتل المؤمن عمدا عدوانا لا يقتضي الكفر، وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب فهو لا يقتضي الكفر. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر. لكن هنا إشكال، وهو هل تقبل توبة القاتل إذا تاب، أو لا بد من إنفاذ الوعيد في حقه ولا بد من دخوله النار؟ الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا على أن توبته تقبل، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن القتل دون الشرك فهو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي قصة الذي قتل 99 نفس ثم سأل هل له من توبة، فقال له العابد ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100، ثم سأل هل له من توبة، فأفتاه عالم بأن له توبة وأنه يخرج من أرضه إلى أرض كذا وكذا مهاجرا، فقبضته ملائكة الرحمة، توفي في الطريق وقبضته ملائكة الرحمة. هذا دليل على قبول توبة القاتل وإن كثر منه القتل. هذا مذهب أهل السنة جمهور، هذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة أن توبته مقبولة إذا تاب إلى الله. وذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وزيد بن ثابت وأبو هريرة سلمة بن أبي عبد الرحمن إلى أنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبته لهذه الآية الكريمة، فلا بد من دخوله في النار وبقائه فيها، لكن لا يخلد فيها. فالخلاف بين الجمهور وبين ابن عباس أنه يغفر له، قد يغفر له ولا يدخل النار، وأما ابن عباس فيرى أنه لا بد من دخوله النار ولو كان مؤمنا، ولو كان مؤمنا، ولو كان لا يخلد فيها لأنه ليس بكافر، لكن عنده لا بد من دخوله النار. هذا محل الخلاف بين الجمهور وبين ابن عباس ومن تبعه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، صحيح ما ذهب إليه الجمهور جمعا بين الأدلة، أدلة عموم المغفرة لمن تاب، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث الذي قتل 100 نفس وغيره من الأدلة، فإنه يغفر الله له وقد لا يدخل النار بمغفرة من الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم في
الجواب الكافي كأنه أراد أن يتوسط بين الجمهور وبين قول ابن عباس، فقال إن القتل عمداً عدواناً يتعلق به ثلاثة حقوق. القتل عمداً عدواناً يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء القتيل، وحق للقتيل نفسه. أما حق الله فإنه يسقط بالتوبة، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وأما حق أولياء القتيل فإنه يسقط بأحد أمرين: إما بالقصاص، وإما بالعفو مجاناً، أو العفو على الدية. حقهم يسقط إما بالعفو مجاناً، وإما بالعفو مع أخذ الدية، أو بالقصاص، إذا اقتصوا سقط حقهم. يبقى حق القتيل، يبقى على القاتل إلى يوم القيامة، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، مع إجماعهم على أنه لا يكفر، ومع إجماعهم أيضاً على أنه لا يخلد في النار، وإنما الخلاف في هل يغفر له ولا يدخل النار، أو لا بد من دخوله النار، هذا محل الخلاف. نعم. قوله سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، هذا تعليل لما سبق، وهو قوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الكافر والعياذ بالله، الكافر عند الموت، عندما تحضره ملائكة الموت لقبض روحه، يضربونه ضربا شديدا، يضربونه ضربا شديدا على وجهه وقفاه والعياذ بالله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم كرهوا، إلى آخر الآيات. وفي الآية الثالثة يقول سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، الملائكة تبسط أيديها بالضرب لهؤلاء، والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا فيه وصف احتضار الكافر والعياذ بالله، وأن الملائكة تضربه. والسبب في ذلك، ذلك بأنهم كرهوا، اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا هو السبب، وماتوا والعياذ بالله على هذه الحالة. الشاهد من الآية: أسخط الله، فيه وصف الله بأنه يسخط، والسخط هو الغضب، السخط هو الغضب، فالله يوصف بالغضب كما في الآية التي قبلها: وغضب الله عليه، ويوصف أيضا بالسخط كما في هذه الآية: اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وفيها أن من كره شيئا مما أنزل الله فإن الله يحبط عمله والعياذ بالله، فيدل على أن كراهية ما أنزل الله ردة عن دين الإسلام، فمن كره شيئا من الأحكام الشرعية فإن هذه ردة عن الإسلام، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في أول السورة يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، وهنا يقول: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن كره شيئا مما أنزل الله فإنه يرتد عن دين الإسلام ويحبط عمله. ولهذا ذكروا أن من أنواع الردة بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله سبحانه: فلما آسفنا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هذا في قوم فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هذا في فرعون وقومه. آسفونا يعني أغضبونا، لما أغضب الله سبحانه وتعالى أغرقهم في البحر في قصة خروجهم من مصر، طلبهم لموسى وقومه حتى أدركوهم عند البحر وحاصروهم على البحر. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. قال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا، إن معي ربي سيهدين.
فأوحى الله إليها أن اضرب بعصاك البحر، فضرب البحر فتجمد البحر وصار طرقا يابسة، وأيضا لم يزدحموا بل جعل لكل سبط منهم طريقا خاصا، 12 سبطا لكل سبط، يعني لكل قبيلة منهم طريق، أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما ضربه عليه الصلاة والسلام بعصاه تجمد سرك الجبال وصار طرقا مسلوكة، فلما تكاملوا خارجين دخل فرعون ومن معه فعاد البحر على حاله وغرقوا جميعا عن آخرهم. والسبب في هذا ما هو؟ آسفونا، يعني أغضبونا. والأسف يقولون على نوعين، أسف بمعنى الحزن، أسف بمعنى الحزن، وأسف بمعنى الغضب. والمراد هنا الأسف الذي بمعنى الغضب لا الأسف الذي بمعنى الحزن. آسفون يعني أغضبون، ففيها وصف الله جل وعلا بأنه يغضب. نعم. وقوله سبحانه ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائلين، هذه في قصة المنافقين في غزوة تبوك لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون في غزوة تبوك تخلفوا وقالوا لا تنفروا في الحر، وبقوا في ظل النخيل وفي ظل الأشجار والمياه، ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشقة بعيدة والسفر بعيد إلى تبوك في شدة الحر، شدة القير ومطيب الثمار، امتحان من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين راغبين، وأما المنافقون فإنهم تخلفوا وقالوا لا تنفروا في الحر. بيّن الله الحكمة من بقائهم وعدم خروجهم، بيّن الله الحكمة وأن بقاءهم خير للمسلمين مما لو خرجوا معهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وفي الآية التي معنا يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني فلم يتحركوا ولم يعدوا العدة للخروج لأن الله ثبطهم، يعني كسلهم، كسلهم وثقلهم. وهذا عين المصلحة، لأنهم لو خرجوا لأفسدوا في الجيش ولا أرجفوا في الجيش، فبقاؤهم رحمة من الله سبحانه وتعالى لأن الله كره انبعاثهم يعني خروجهم، وإن كان أمرهم به شرعا إلا أنه ثبطهم عنه قدرا وقضاء لما في ذلك من الحكمة، لما في ذلك من الحكمة العظيمة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني فيه ناس من المؤمنين يتأثرون بأقوالهم، يتأثرون بأقوال المنافقين، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. الحاصل أن هذا معنى الآية الكريمة، وفيها وصف الله بالكراهة وأنه يكره بعض الأشخاص وبعض الأعمال، فيه وصف الله لأنه يكره بعض الأشخاص ويكره بعض الأعمال. فالله يكره المنافقين ويكره خروجهم مع المسلمين لما فيه من المضار والمفاسد، ففيه وصف الله بأنه يكره، والمخلوق يكره، ولكن كراهية الله تختلف عن كراهية المخلوق. نعم. وقوله سبحانه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا في أول سورة الصف. كبر مقتا، مقتا منصوب على التمييز، وكبر معناه عظم، معناه عظم، مقتا المقت أشد البغض، المقت أشد البغض، ففيها وصف الله جل وعلا بأنه يمقت يعني يبغض بغضا شديدا، فهو يبغض الذي يقول ولا يعمل، يبغض هذه الخصلة، وهي أن الإنسان يقول ما لا يعمل. الواجب على المؤمن أن يقول ويعمل، أما أنه يقول ولا يعمل فالله يبغض هذه الصفة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الدليل الخاص يخصص العام كما هو معلوم من أصول الفقه، فهل أدلة ابن عباس في القتل منطبق على هذه القاعدة ويكون دليله أقوى
مثل قضية ترك الصلاة؟ لا، بل العكس. نعم، الخاص خصص العام، ولكن الخاص هو مع أهل السنة، مع الجمهور. الخاص هو مع الجمهور، فقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا عام، خصصه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخاص مع الجمهور، والعام مع ابن عباس، دليل الجمهور مخصص للعام. نعم. فضيلة الشيخ، يذكر العلماء في كتب الفقه وغيرها المعصوم، فالسؤال أليس عند الإطلاق يكون المعصوم هو المسلم ولا يدخل فيها غيره كالمعاهد والمستأمن نأمن الشرع؟ المعاهد والمستأمن معصوم الدم، من قتل معاهدا، في الحديث من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يره رائحة الجنة، فالمعاهد معصوم الدم بموجب العهد والأمان الذي أخذه من المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم بأن الذي تكون إصابته في قفاه هو دليل الجبن والتولي في الغالب، يعني في الغالب، ما هو دائم، هو كل من صارت إصابته في قفاه في الجهاد يصير دليل، لكن في الغالب. نعم. فضيلة الشيخ، المسلم إن قتل وأقيم عليه الحد، هل هي كفارة ذنبه أي ذنب القتل، وإن كان القاتل لم يدع الله بالتوبة؟ إذا لم يتب فهو تحت المشيئة، أو إذا تاب هذا ما في إشكال أن الله يقبل التوبة عن عباده، حتى الكافر والمشرك إذا تاب الله عليه، لكن إذا مات ولم يتب من القتل فهل هو داخل تحت المشيئة مثل غيره من أصحاب الكبائر؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أو أنه لا بد أن يعذبه؟ هذا أساس الخلاف بين الجمهور وابن عباس. ابن عباس يقول لا بد أن يعذبه الله، الجمهور يقولون لا، تحت المشيئة كغيره من عصاة الموحدين، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما التوبة إذا تاب الله يقبل التوبة حتى من الكفر والشرك. نعم. فضيلة الشيخ، هناك تقسيم رابع وهو القتل شبه الخطأ، هل هذا صحيح وما هي صورته؟ نعم، يراه بعض العلماء في الإقناع، في المقنع. المقنع ذكر أن القتل أربعة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. شبه خطأ يقولون كعمد الصبي والمجنون، هذا شبه الخطأ. عمد الصبي والمجنون هذا شبه خطأ. نعم. والصحيح أنه داخل في القسمين الأولين، نعم. فضيلة الشيخ، هل من يعمل عملا صالحا وهو مستثقلا له كالصلاة أو الصيام يحبط عمله، وهل هناك فرق بين استثقال العمل وكرهه؟ نعم، هناك فرق. الاستثقال غير الكراهة، غير الكراهية. الكراهية في النفس يكره هذا الشيء ولا يحبه، كراهة ضد المحبة. أما الاستثقال فالإنسان قد يحب الشيء لكنه يثقل على نفسه مع محبته له، حكم النفس والطبيعة البشرية لمشقته عليه. ففيه فرق بين استثقال النفس وبين كراهية الحكم. نعم. فضيلة الشيخ، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأنه شاق عليهم فيستثقلونه لمشقته وخطره، ولم يقتضي هذا ردتهم رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح بين أهل العلم إن كان مؤمن قتل مؤمنا آخر عمدا ومات على ذلك إن تاب أو لم يتب، هل يخلد في النار أم لا يخلد، من حيث أن بعض طلبة العلم يطلقون الأمر في هذا؟ لا، بإجماع المسلمين، ولله الحمد، أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، أما المؤمن فإنه لا يخلد في النار، هذا بإجماع المسلمين، ابن عباس وغيره، ما يخلد في النار إلا الكافر. نعم. فضيلة الشيخ، شخص يقوم بتفجير نفسه وقتلها من أجل قتل أعداء الله تعالى، ما رأي الشرع في ذلك؟ هذا لا أدري عنه، هذا يحتاج إلى نظر، ومعرفة للبواعث والأسباب والنتائج التي تنتج عن هذا الشيء، تحتاج إلى دراسة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين في دعاء الإمام في خطبة الجمعة والإمام يخطب دلالة على مرجع؟ ما حكم رفع اليدين في دعاء الإمام في خطبة الجمعة والإمام يخطب وأرجو دلالة على مرجع؟ لا ترفع الأيدي
لا من الإمام ولا من الحاضرين حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء، إلا في دعاء الاستسقاء في خطبة الاستسقاء، وكذلك في دعاء الاستسقاء إذا دعا في خطبة الجمعة فإنهم يرفعوا يديه ويرفعون أيديهم، أما في غير ذلك فلا يجوز رفع الأيدي حال خطبة الجمعة لا من الإمام ولا من المأمومين، والمرجع في ذلك كتب الحديث وكتب الفقه كلها نصت على هذا. نعم نعم. فضيلة الشيخ، امرأة أرادت صيام ستة من شوال فصامت أول يوم يوم الجمعة ليس بقصد الإفراد ولكن بوجود عذر شرعي وغيره، مع العلم أنه لم يصام بعد هذا اليوم مباشرة إلا بعده بيومين. لا حرج عليها إن شاء الله ما دامت ناوية صيام الست وبدأت من يوم الجمعة ولكن أصابها عذر ولم تستطع أن تصوم بعد يوم الجمعة لوجود العذر، هي معذورة ولا حرج لأنها لم تقصد الإفراد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قلت لبعض الناس لا يجوز تصوير ذوات الأرواح قال الشجر فيه روح وهو يحس ويتغذى فلا يجوز أيضا تصويره؟ هذه مغالطة. الشجر ما فيه روح، الروح في الإنسان الذي يتحرك، والروح تختص بالحيوانات، تختص بالحيوانات، أما الجمادات والأشجار هذه ليس فيها روح، فيها حياة، الحياة غير الروح، الحياة على قسمين يقولون حياة نمو وحياة حركة، حياة الحركة هذه خاصة بالحيوانات، أما حياة النمو فهذه تكون في الأشجار وفي النباتات، حياة نمو لا تسمى روح، تسمى حياة، أما الروح فإنها خاصة الآدميين والحيوانات عموما والحشرات والطيور وكل ما في حركة إرادية، ما في حركة إرادية واختيارية أن هذه علامة الروح فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك مجاز في القرآن وكيف ترد على من قال بذلك وما هو أحسن من كتب في ذلك؟ ليس هناك مجاز في القرآن، القرآن كله حقيقة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن من كتب في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة والموجود الآن مختصره، وفي عهدنا الحاضر كتب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة مختصرة في منع جواز المجاز في القرآن، رسالة مختصرة مطبوعة في آخر تفسيره. نعم. فضيلة الشيخ، هل السخط بمعنى الغضب أم بينهما فرق دقيق بين لنا؟ السخط والغضب والمقت كلها بمعنى واحد إلا أن بعضها قد يكون أشد من بعض، المقت يقولون هو أشد الغضب، المقت هو أشد الغضب، والسخط كذلك هو أشد الغضب. نعم. فالغضب أعم والسخط والمقت أخص. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.